استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود في قصر اليمامه الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتريس وعبر الامين للمنظمه الدوليه عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين لما تقدمه المملكه من مساهمات انسانيه في العالم ودعمها الكبير وتمويلها خطه الاستجابه الانسانيه في اليمن. واستعرض الملك مع غوتريس دور الامم المتحده بمختلف من منظماتها في سبيل دعم كل الجهود الهادفه للاستقرار والامن الدوليين. حضر الاستقبال الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخليه وزير الدوله عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان ووزير الخارجيه عادل الجبير ومندوب المملكه الدائم لدى منظمه الامم المتحده عبد الله المعلمي